يقول الشيخ أحمد النجمي في رده على أبي الحسن الماردي المصري: الشيخ ربيع رجل مجاهد جزاه الله خيرا، وأنا أغبطه بجهاده في نشر السنة وقمع البدع وأهلها واهتمامه بالسنة ونشرها بكل ما يستطيع. أسأل الله أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، ومن أجل ذلك فأنا وجميع أهل السنة نحبه. وفي تقديمه لرد الشيخ ربيع على الضال الرافضي حسن فرحان المالكي قال: فتصدى له الشيخ ربيع بن هادي الذي مارس هذه المعامع من زمن طويل جهادا في سبيل الله ودحرا لأعداء الله وبيانا لمن انطوى عليه هؤلاء المبتدعة أو لمن طوى عليه هؤلاء المبتدعة من ضلال زعموه هدى وغواية زعموها رشدا. فهنيئا له ما قام به من جهاد لصالح الإسلام دافع به عن السنة المطهرة، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. أقول فإن الشيخ أحمد النجمي هو إمام في إحياء السنن وفي إماتة البدع، وإمام في الرد على أهل البدع أيضا، حفظه الله وزاده الله تواضعا وعلما وعافاه الله وشافاه. يقول في معرض رده على فالح الحربي مؤيدا للشيخ ربيع: لقد عرفنا الشيخ ربيع منذ عشرات السنين متجردا لنصرة السنة، ذابا عنها، مدافعا عن حياضها، وقد ألف المؤلفات وحبر المقالات ورد المخالفات، نحسبه فعل ذلك نصرة للدين وكبحا لجماح المخالفين. فتلك ردوده ومؤلفاته شاهدة لذلك، ولعل الكثير من طلاب العلم لا يعرفون ما عرفنا. وهو الذي رد على سيد قطب وبين أخطاءه، وهو الذي رد على عبد الرحمن عبد الخالق، وهو الذي رد على محمود الحداد وبين غلوه وشطحاته، وهو الذي رد على عدنان عرعور وعلى العودة وعلى الحوالي وعلى المأربي وعلى حسن المالكي وغيرهم. والآن يأتي مغرض فيقول إن الشيخ ربيع مميع، ومعنى مميع فيما نعلم أنه لا يصارح أهل البدع ببدعهم ولا يحكم عليهم بها. وهذا بحث له واعتداء عليه وهضم لجهوده. ولو قال أحد إنه لا يوجد أحد في زماننا هذا نابذ أهل البدع وحاربهم وناقش أخطاءهم مثل ما فعل الشيخ ربيع وفقه الله لكان صادقا. والذي نعتقده أنه فعل ذلك مخلصا لله عز وجل، مؤديا لحقه الذي فرضه الله على أهل العلم. وفعل ذلك يحتاج إلى جهد وإلى تفريغ وقت وإخلاص لله عز وجل يجعله يبذل ما يبذل وهو مرتاح البال متجرد الضمير موقن بثواب الله، موقن نفسه على الصبر على ما سيناله في سبيل ذلك من الأذى والعداوات والمكائد على ما نعتقد في حقه ونرجو أنه الحق. هل استحيا الذي يقول هذا ويرميه بالتميع؟ لو قال له قائل: هل فعلت نصف ما فعل الشيخ ربيع أو ربعه أو ثمنه، كيف سيرد عليه؟ ننتقل سريعا إلى كلمات للشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا، وهو من مشايخ الشيخ ربيع وممن كان له فضل على الشيخ ربيع. وكما نعلم أن الشيخ البنا له مواقف عظيمة تجاه البدع وحبه للسنة وأهلها وشدته على المخالفين، فيقول حفظه الله في شيخنا الشيخ ربيع ما قاله في تقديمه لكتاب جماعة واحدة لا جماعات. قال الدكتور ربيع بن هادي المدخلي: أعرفه من يوم كان طالبا في الجامعة الإسلامية حريصا على معرفة السنة وسيرة السلف الصالح والسير على نهجهم والدعوة إلى ذلك الصراط المستقيم، فقد سد ثغرة وهو يدافع عن السنة ويوضح أخطاء بعض من وقع فيها. وهذا الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله إمام الحرم المكي
في تقديمه لكتاب النصر العزيز على الرد الوجيز. إن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخل الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من العلماء المعروفين والدعاء المشهورين في الأوساط العلمية في المملكة العربية السعودية، وقد عرف بتمكنه في علوم السنة وغيرها من العلوم الشرعية، ولفضيلته جهود كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف الصالح والدفاع عن العقيدة السلفية الصحيحة والرد على المخالف لها من أهل البدع والأهواء، بما يذكر لفضيلته فيشكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمه وأن يزيده من التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. لا شك أيها الإخوة أن الذين يتكلمون في الشيخ الهمام ربيع بن هادي المدخلي إنما يتكلمون فيه ظلما وبهتانا، فيغالطون الناس ويشوشون عليهم بنشر الشبه، ويقولون تارة أنه يثير الفتن بكتاباته وبأشرطته ويفرق بين الشباب، وليس له هم إلا الكلام في فلان والنيل من لحوم العلماء وما إلى ذلك من الافتراءات الكاذبة، وإنما قالوا ذلك ليشردوا الناس وينفروهم من الحق وسماعه حتى يخلو لهم الجو. والحقيقة ما فعل من طعن في الشيخ ربيع حفظه الله إلا لأنه نال، يعني الشيخ ربيع نال من رؤوس أهل البدع وقمعهم وألقاها أرضا ببيان حالهم وكشف زيفهم وغلطهم، فثار أتباع هؤلاء على الشيخ ربيع ورموه بما ليس فيه. ويشهد لما أقول أهل العلم العارفين الفاهمين لمقصود هؤلاء، ويقول الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم المكي في شريط كشف اللثام: سؤال: ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة المشايخ من أهل السنة المعروفين مثل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث يقول أن أشرطة الشيخين تثير الفتنة. فأجاب الشيخ حفظه الله: أعوذ بالله، لا، شوف هذين الشيخين أشرطتهم من أحسن الأشرطة، هؤلاء يدعون إلى السنة وإلى التمسك بالسنة، ولكن ما يتكلم بهؤلاء إلا إنسان صاحب هوى، وأكثر ما يتكلم بهؤلاء أهل الأحزاب الذين ينتمون إلى حزب من الأحزاب، هم الذين ينكرون هذه الأشياء. أما بالنسبة لهذين الشيخين معروفين بالتمسك بالسنة وعقائدهم سلفية وهم من أحسن الناس. وقال العارف بأقوال أهل الأهواء ومقصدهم، وهو العلامة بقية السلف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية حرسها الله وبلاد المسلمين، وسئل حفظه الله في الحرم المكي بتاريخ 13/6/1424: هل من نصيحة لشباب يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي؟ فأجاب بقوله: دعونا من الأفراد والقيل والقال، المشايخ إن شاء الله فيهم خير وفيهم بركة للدعوة السلفية وتعليم الناس، فلو ما أرضوا بعض الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أرضى كل الناس، هناك ساخطين على الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة النفسانيات والأهواء هذه لا اعتبار بها. هنا الشاهد قال: مسألة النفسانيات والأهواء هذه لا اعتبار بها، المشايخ نحسن بهم الظن